عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمقره بضباط جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس. وتأتي هذه الدورة التي ترأس جلسة افتتاحها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب الملكي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، وبناء على المرسوم رقم 218-180 الصادر بتاريخ 22 مارس 18 و2000 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد هذه الدورة. إثر ذلك عقد مجلس النواب جلسة عمومية أخرى خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة.